نشاطات ثقافية تذكر برات المحاضرات اتسترا، نعم خاصة الفندق السينما اجوا حكيوا معنا عدة مرات انه ليه ما بنعمل سيني كلوب؟ احنا عندنا صالة مجهزة فينا نعمل سيني كلوب. سيني كلوب منا شغلة هينة، لأنه حتى الناس تلتزم تجي تحضر فيلم فلومي مختلفة شوي إلى مساج أو إلى كاليتي سينماتوغرافيك منا هينة. أخذنا وقتنا لفكرنا مزبوط، حكينا مع عدة أشخاص بالمنطقة، بعدين لقينا أنه ديبارتمان أوديفيزيوال بالجامعة مصر أنه فينا ننجح بالسيني كلوب. حكينا مع مسيو إيميل شاهين، تعرفوه طبعا سينمائي معروف فيه، سلم عليه عم يحضرنا بيكون اكزاكت عم بيتعاون معنا فيها، رح نطلقها لأنه المنطقة بتفتقر لسينما دو كاليتي، نشاطات ثقافية معينة من هذا النوع. بلشناها خميس ايه خميس لا، على اول بروجراماسيون لاربع فلومه. هلا هي فتره تجريبيه رح نسميها تجريبيه لحتى بعد بدنا نكمل، مش رح نوقف لان في طلابنا كمان. احنا بدنا اول شيء كمان نخدم طلاب الجامعه اللي لازم يتعرفوا على الفلومه غير فلومه هوليوود اللي بيشوفوها. طبعا افلام التجاريه. الموعد الاول امتى رح بيكون ومع اي فيلم؟ اول موعد الخميس 20 شباط، يعني بعد كم 10 ايام الاسبوع اللي جاي. ولا الفيلم نقيناه وان فلو اوفر ذا كوكوز نست اللي عمله ميلوس فورمان بطولة جاك نيكلسون، اللي هو أكثر شيء شهره جاك نيكلسون بدور الإنسان المختل عقليا بالمصح العقلي. فيلم مهم كثير له. بس بما أنه نحن ما بدنا نكون مصنفين بس كأيوتي، رح نحط فلومة أمريكية. ثاني فيلم وراه رح يكون البوستينو تلياني، قصة بابلو نيرودا. يمكن ثالث فيلم رح يكون بيربل روز اوف كايرو لودي الن، لانه في ناس تحب وودي الن ما عندها مجال تحضره بلبنان بالسينمائيات، لانه انجا بيجي فيلم قال له بيضاين جمعه وبيروح. رابع فيلم رح يكون فرنساوي لويتيام جور، كله قلنا كل خميس ايه خميس لا. بعدين رح نكمل البروجراماسيون حسب الببليك اللي عم يجي لعنا، شو اكثر طلباته ولا اكثر شيء بيحب يحضر من اي نوع. ما في لبناني على الليستا بلا. هلا اول اربعه لا بس مشكلين يعني امريكاني وفرنسي وايطالي اكيد، يعني بصوره دائمه رح بتكونوا عم بتنوعوا بالافلام، ولكن دائما الاستاذ امير شاهين رح بيكون موجود ورح يكون في حلقه نقاش بعد نعم. عرض كل فيلم حيكون معنا استاذ امير، في اوقات اشخاص ثانيين كمان رح يجوا مختصين بمخرج معين كمان يحكوا، دائما من بعد الفيلم في نقاش في دبا لحتى نقيم شوي شو كان في شيء خصوصي بالفيلم، شو بيفرقه عن غيره، شو الميزات اللي بتميز الفيلم عن غيره. دونك رح يكون في ديباع على طول من بعد الفيلم. السيني كلوب تفضلي صفا. بشكل عام لما يكون في مهرجان مخصص للافلام غير التجاريه بيكون فيها العلامة الاستفهام اذا الناس رح تجي تحضر هيك نوع من الافلام، بس كل مره المهرجان بيثبت حاله، يعني هيك نوع من الافلام في لها جمهور. في لها جمهور بس بدك توصلي له، ومؤكد هلا اليوم صعب لانه الناس ما بقى عندها وقت فاضي مثل ما بتعرفوا. بس بتصور هلا بمنطقة جبال في ببليك كافي انه يمشي سيني كلوب، لانه بالمنطقة يمكن ما في هيك نوع من النشاطات، مشان هيك لما يتنظم نشاط من هالنوع بعتقد الكل هيك بينبسط بيجي بيشارك. وبالليل الساعة 7 مش انه بوقت صعب. وقت مش كتير مأخر، وقت مش كتير بكير، وخلينا نقول يعني هو مفتوح للجميع. ابسوليمون، مش بس لطلاب السمعي البصري. لا 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 ابدا، اي تي عامل سيني كلوب للمنطقة، للمنطقة كسروان جبال بترون. نعم، وإذا بدهم بيروت أهلا وسهلا. طبعا طبعا نحن بدنا نشوف هلا بعض المشاهد. قبل ما نشوف خلينا نشوف ردة فعل الطلاب يلي كانوا عم بيطالبوا إنه يصير في سيني كلوب. شو ردة فعلهم؟ كانوا عم بيطالبوا فيها صالون سيني صراحة. نحن عم نعمل لهم أشياء خاصة بالبروجرام اليونيفرستير تبعهم، بيحضروا فلومي على طول على طول، بس كان بدهم يحسوا بتجربة سيني كلوب مع ناس فان دو سيني، يعني هواة سينما، مش طلاب مثلهم اساتذه مثلهم بيعرفون كل يوم، بدهم يختلطوا مع الببليك الاكبر الغير متخصص يعني exact. او غير المتخصص. اي بقى كان كبير مطالبه قويه كثير لهالشيء. عم نشوف احنا هلا بعض المشاهد من البوستينو. حلو كثير قصه صداقه بين دورن قبل ما يقولوا Come si diventa poeta? Tu lo sai cosa hai fatto, Mario? Io che ho fatto? Metafore. Ma veramente? Sì. E che metafora t'ha fatto? È una poesia. Ma puoi scrivere una poesia per Beatrice? Nuda. Madonna. الفيلم هو قصة الشاعر بابلو نيرودا مع مين؟
هو بابلو نيرودا كان البويت دو لامور، صح، كان من تشيلي مناهض للحكم، هرب عمل لقى ريفيوج بايطاليا. ايطاليا كانت بعدها فيها شيوعية كثير، كانوا حاضنينه. قصة صداقة بينه وبين ساعر البريد يلي كان يجي يعرف انه هو شاعر، يسأله كيف بده يحكي مع بنت بده يحب عشرة، يعطيه افكار بابلو نيرودا، شو الكلمات اللي اياها الميتافور سمعناها الميتافوري. بقى منه هالصداقة قدر جوزها ساعة البريد للبنت. الفضل اللي بيرجع لبابلو نيرودا وكلماته، منيح اللي كان مناهض للحكم. بس كأنه حضرتك كمان بتحب الأفلام ومطلع عليهم. طبيعي طبيعي. شو أكتر أنواع بتحبها؟ هلا رح أحكي لك شغلة، يمكن أنا بحب وودي ألن كثير. هاوي وودي ألن بفلومته، بس مش عم بطغي على سيني كلوب هالشيء. خليت الشغل كله طبعا حديث خارجي. بس مين بنقي الافلام؟ هيك سؤال اخير. طيب يعني احنا قينا هون الاوديو فيجوال، اساتذه الاوديو فيجوال مع مسيو ايميل شاهين، عندنا جلسات نقينا فلومي هالاربعه الاولانيات، في عنا مؤكد نقين البقيه، بس حابين نشوف رياكسيون بوبليك اذا بهالاتجاه او اخر. نعم. لان ما بدنا ناخذ فلوم مثلا كثير صعبه كمان، الناس ما لها جلاده يمكن اليوم، الاشياء الصعبه كثير اللي بتخلي كثير البال ينشغل، وما بدنا نرجع نروح على الفلوم الهينه البسيطه كثير. طبعا فهالبروجرام شو كلنا سوا بنحطها، استاذه اوديفيجوال بالاي يو تي مسيو شاهين. يعطيكم العافيه. استاذ مرسال حلاني نائب رئيس الجامعه الامريكيه للتكنولوجيا للعلاقات الخارجيه، اكيد بنتمنى لكم التوفيق بهالخطوه على امل انه تنتشر وكل الناس يعرفوا فيها وهيك يصير في حركه ثقافيه ناشطه بالمنطقه. والدعوه مفتوحه لكل محبين للكل ابتداء من الخميس المقبل، خميس ايه خميس لا. هلا لنبعد شوي عن الافلام، نروح على فيلم سياسي طويل بلبنان مع زميلتنا رولا كساب حداد وكلام بيروت. صباح الخير رولا. لألك ولضيفك. صباح الخير لكم، لضيفكم ولدكتور سامي نادر. بونجور دكتور نادر. اهلا اهلا وسهلا فيك. نعم تفضلي رولا. بالفيلم اليوم جوال العنوان الاول مش سياسي، العنوان الاول تابعه امني. شو رح يصير بعد، يعني بعد اللي صار امبارح، كيف ممكن يثمر هالجهد يلي بذلته القوى الامنيه وما يروح بغياهب وبدهاليز السياسه بالعمليه السياسيه؟ هل نحن رح نكون بالساعات القليلة المقبلة أمام حكومة أم سيناريو آخر ينتظر لبنان؟ مبادرة بكركي اليوم بأقلام وكتاب صحف بيروت، كيف بيقيموها ومنهم اعتبرها أنه هي يمكن مبادرة بالدرجة الأولى للبطريركية قبل ما تكون للفرقاء السياسيين، يعني بتلزم البطريركية قبل الفرقاء السياسيين؟ نعم. تفاصيل أكيد كل هالنقاط رح بيتابعوها المشاهدين ابتداء من الساعة 9:05 على شاشة تلفزيون المستقبل أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بتلفزيون المستقبل www.futuretvnetwork.com. لهون بنكون وصلنا لختام حلقتنا. استاذ حنين بنرجع نشكرك كمان مره، يعطيكم الف عافيه. بكره منتابعكم او تابعونا بحلقه جديده من اخبار سبعه ابتداء من الساعه 7:30. باي. صنع التزلج القلبي